تقول الأسطورة: قد سقطت جوهرة على المحيط الهندي، أشعلت ناراً وأطلقت بركاناً، ومن رحمه خرجت جزر القمر. ولو كانت الأسطورة حقيقة، فأكيد إن الجوهرة دي هي أمير عبده. جزر القمر بضم الميم والقاف إن لم تكن تعلم، وهي دولة عربية وعضو في منظمة الدول الإسلامية. أضف كمان لمعلوماتك إن تسميتها فعلاً مشتقة من كلمة القمر، لكن مع تصغيرها لقمر. معلومات خارج سياقنا، لكنها فرصة لمنح من لا يعلم معلومات مبدئية عن دولة قلما أتاحت لنا كرة القدم فرصة التعرف عليها. وفي 2022، بعد 17 سنة بس من انضمامهم للاتحاد الدولي لكرة القدم، هتشارك جزر القمر في كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون لأول مرة، وده بفضل جوهرتهم أمير عبده. في 13 أكتوبر 2013، وبعيداً عن إفريقيا، كان الفرنسي الجنسية وصاحب الأصول القمرية بيعيش أولى لحظاته السحرية مع كرة القدم. قاد فريق جولفش سان بول الناشط وقتها في دوري الدرجة السادسة الفرنسي لمفاجأة كبرى في كأس فرنسا، أقصى لوزيناك فريق القسم الثالث من البطولة. أيوه، مفاجأة كبرى، والدليل هو اجتياح 500 مشجع لأرض الملعب من أجل الاحتفال. أمير عبده وقتها ما كانش عارف إن الإنجاز ده هيكون ولا حاجة جنب اللي هيحققه بعد 8 سنوات. بعد الانتصار ده بفترة قصيرة، تلقى عبده عرض من الاتحاد القمري عشان يتواجد في جهاز هنري ستامبولي اللي كان بصدد تولي مهمة تدريب منتخب جزر القمر. عبده وافق طبعاً، أخيراً جات له الفرصة عشان يرجع لجزوره، وفرصة كمان للعمل مع مدرب سبق لي تدريب غينيا ومالي وتوجو، بالإضافة لأولمبيك مارسيليا وسيون وموناكو وسيدون والعديد من الأندية. ولأن الأقدار كان ليها رأي تاني، اعتذر ستامبولي في اللحظة الأخيرة مفضلاً العمل في مونبلييه، وعشان عبده يلاقي نفسه مطالب بتولي مهمة الرجل الأول مع جزر القمر. دائماً ما أتأقلم مع الوضع، ده كان كلام أمير عبده في حواره معانا، واللي شرح فيه روشتة تحويله منتخب جزر القمر. احتفظت بالعمود الفقري للمنتخب، وبدأت مع اللاعبين وهم صغار في السن، الآن نضجوا وباتوا أكثر خبرة وسيشاركون في البطولة الأكبر. وبدأت المهمة، تصفيات أولى مؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2017، لكن احتلوا فيها المركز الأخير في مجموعة ضمت بوركينا فاسو وأوغندا وبوتسوانا، مع تحقيق فوز على بوتسوانا أشار لتقدم في مستوى المنتخب الوليد. في 2019 كان التقدم مستمر، في مجموعة ضمت المغرب والكاميرون وملاوي جمعوا 5 نقاط، وفي الجولة الأخيرة كانوا في مواجهة الكاميرون، مباراة لو فازت فيها جزر القمر لتأهلت على حساب الكاميرون في مفاجأة مدوية، لكن ثلاثية قاسية من الأسود قضت على أحلامهم وأجلوها للنسخة التالية. وجت تصفيات 2021 عشان تكتب الحلم، مجموعة بتضم مصر وكينيا وتوجو. 9 نقاط كانوا منهم نقطة من تعادل تاريخي مع الفراعنة، وكانوا كافيين لمرافقة مصر للبطولة في إنجاز تاريخي تحت قيادة جوهرة قمرية تدعى أمير عبده. في الكاميرون هتكون جزر القمر في مجموعة بتضم المغرب وغانا والجابون، مجموعة صعبة، والحقيقة إن وقوعهم في أي مجموعة كان حيبقى صعب برضو بالنسبة لفريق بيناطح الكبار لأول مرة. ربما تحقق جزر القمر مفاجأة كبرى على غرار جارتها الجنوبية مدغشقر في مشاركتها الأولى سنة 2019، أو ربما يكون الخروج المبكر جداً مصيرهم في مشاركة أولى يكتسبوا فيها الخبرة. لكن الأكيد إن أمير عبده ومعاه 869 ألف مواطن قمري هيعيشوا أمتع لحظاتهم الكروية تاريخياً أثناء عزف نشيدهم لأول مرة مع الكبار.